صاحبي عاد التحاليل داروا لنا واش حنا غنمشيو دابا حتى ل 4 ونجيو ولا كان فيا المرض انا نمشي نسقو في الراجل وفي الاولاد وفي الجيران وفي والديا وفي كان طالبين حتى حاجه حنا بان عاد التحاليل دار لينا صافي غنديروا عاد التحاليل وحنا متوترك عارف من ورا التحاليل شحال من يوم خاصك ما تخرجش دابا المشكل هو تخلصوا للدار وعندكم وليدات هذا ما حنا كندوزو ل 4 شنو نديرو حتى نمشيو حتى ل 4 نجيو هو اللي طلع طال المرضى سرح وداع المرضى سرح وداع حنا ما طالبين حتى حاجه حنا بغينا التحاليل دار لينا الناس اللي خدامين معانا هزوهم راه هما لداخل غتجي قال لهم نديكم يعني فيهم كورونا ماشي مشكوك فيهم فيهم كورونا شحال واحد قلتي شحال؟ يعني رانا طالعين شي سبعه ولا على ما عرفت انا ما عرفتش 25 قال لك حاله مؤكده انا ما 25 واحد مصاب معاكم هنا ودابا حنا غنطلعوا للدار من الدار غنطلعوا بلا تحاليل غنطلعوا بلا تحاليل عندنا ولادنا انا الدنيا خدامه حدايا بينيش وبينها راه يدخلوا فيها كورونا واش راه نطلع انا؟ دابا انت مهدده يعني خدام حدا انا مهدده انا ما نقدرش نمشي لداري انا ونلبس هنا شتي انا نلبس هنا نفرش هنا ونلبس وما ندخلش على ولادي تحليله ما خاصهمش يخدموا خاصهم يدار لهم تحليله تخرج النتيجه عاد يجيو من نهار الاربعاء دار التحليله حتى اليوم السبت عاد قالوا لهم راه فيكم كورونا من نهار الاربعاء خدامين من نهار الاربعاء حنا في الحساب طلعنا معنا 10 داروا غير لوح القاسم وحل 200 واحد وحنا سيطرنا معنا 10 قالوا لنا حقا ما فيناش خدمه والناس داروا تحليل مورانا ودابا تبقوا خدامين معانا دابا تمام ضرورين هذوك الناس اللي فيهم كورونا خدموا معنا ثلاث ايام من نهار الخميس والجمعه ودابا ثلاث ايام ومع من كانوا كيتغداو ومع من كانوا مجمعين كانوا احنا بعضياتنا واش حنا ما عندناش مسافه بيني وهاد السيده كاين شي مسافه فين هو المترو عبر لي واش كاين شي مترو ما كاينش اخويا مترو كتعقموا مزيان كل كمامه ما كاين لا والو كنجيبوا التعقيم من عندنا قليل وصابوا الحجره هادشي اللي كاين صافي كنجيبو من ديارنا ما كاين شي حاجه اخرى علاش قادرين نمشيو دابا ما نقدرناش نمشيو للمحلات راه عندنا ولادنا صغار انا بعدا راسي ما عندوش المناعه عنده المناعه هابطه تلتحت عنده مرض مزمن كيدير دياليز عنده القلب عنده بزاف ديال الامراض انا ما نقدرش نمشي للمحل دابا ما نقدرش حتى نقولها ليه ما نقدرش نعيط حتى التليفون ونقولها ليه عنده المناعه هابطه تلتحت ولاد عندي الولاد باقي صغار عندي 10 سنين و 13 عام دابا صعيب باش تدخل عندهم وانت ما عرفتش كاع عندهم دابا ما نقدرش كاع نعطيهم الراس ونمشي عندهم راجلي عنده المناعه عايش غير بالدوايا عنده اربعه امراض مزمنه كي غندير دابا تمشي حنا دابا ما طالبين حتى شي حاجه طالبين يديروا لنا غير التحاليل ونمشيو حنا جايين دابا نشوفوا انا دابا راجلي باغي نخدم ما كنمشيش ما باغيش نخدم حنا محتاجين الخدمه محتاجين اكثر من اي واحد ولكن بغينا غير التحاليل شنو قال لكم على التحاليل؟ ما كاين الناس اللي مشكون فيهم راه ما تصحشيو هادوك راه فيهم كورونا راه مشيهم راه هادوك فيهم وحنا خدامين معاهم احنا هذه مؤسسة يعني عندها واحد مدة سنوات ديال العمل وديال الاشتغال في مجال النسيج بون يوم الاربعاء بون كانت واحد السيدة احنا اللي شكينا في الحالة ديالها لانه توصلنا بانها عندها المشكل ديال كتقول بانها ربما كتعاني من كورونا مشات خدات التحليلات ديالها في المستشفى ديال البرنوسي احنا اللي مشينا باش نتاكدوا بان شنو كاين في النتيجه ديال التحليلات لان احنا كنخشاو على هاد العمال باش ما يكونش العدوى دونك مشينا للمستشفى ديال اللي كاين في البرنوسي سولنا على التحليله مع كامل الاسف لقيناها بوزيتيف على في نفس المكان وفي نفس في المستشفى اتصلنا بالمصالح المحليه هذه السلطه جميع باش يقوموا بالاجراءات ديالهم لاننا حنا كنا خايفين على اساس هذيك السيده تكون انها تسبات بكورونا المجموعه من العاملات اللي هما مخالطات ديالها دونك حنا بالنسبه لنا نادينا فعلا وجاو هذوك الناس ديال التحليلات يوم الاربعاء خداو عينه ديال 200 تحليله لانكم كما كتعرفوا المغرب كله راه ما كيفوتش واحد العدد ديال التحليلات داروا لهم تحليلات فعلا تحليلات عطات ولو اننا بشرونا في البدايه بان كل شيء نيجاتيف في بعد كيتوصل بخبر اخر كيقول لك بانه راه كاينين بعض العناصر اللي عندها بوزيتيف تقريبا كان واحد هو الاول اللي صرحوا لنا به من بعد خلاو دوك الاخرين خلاهم انكور قال لك مازال التحليلات ديالهم ما كايناش اليوم في الصباح كنتفاجئوا عاوتاني كيعلنوا السلطه كتقول لك بان كاين 24 حاله اخرى دونك حنا على الفور تبع التعليمات ديال وزاره الداخليه خدينا الامور بجديه طلعنا لشين سحبنا هذوك الناس اللي قالوا لنا بالفور وعاود الاخرين قلنا غادي نبداو نسحبهم بجروب يمشيو لديورهم او ناتوندو
ناخذوا العناوين ديالهم هذا هو العمليه اللي كنقوموا بها دابا باش نبلغوهم للسلطه باش ما يمكنش حنا ماشي حنا اللي غنديروا التحليلات كاينه وزاره الداخليه ووزاره الصحه حنا هما راه في علمهم جميع الامور هما اللي خاصهم يقولوا لنا اشنو غادي يديروا في هذه الحاله عيطنا لهم قال لك اودي خذ العناوين ديالهم وتاخذ التليفونات ديالهم وحنا غادي نتواصلوا معاهم اي واحد في هذيك لا ليست غادي يمشي عنده راه غادي يديروا الخدمه ديالهم دونك هذا هو اللي كاين حنا بالنسبه لنا كنا كنأملوا باش غاد هذا المشكل ما وقعش دونك المؤسسه هي مضطره جميع شروط وكتجي اللجنه وعندنا التقارير ديال اللجان اللي كتجي ديال الوقايه كل شيء هو هذاك لا من حيث لا ديستونسياسيون لا من حيث هذوك المسائل الوسائل ديال التطهير ديال هذاك لو جيل موفرينو بواحد هذا ولكن اما عاده من هنا لان هذيك السيده بعد الاصل راجلها خدام كان خدام هو اللي فيه كورونا نورمالمون جابته يمكن واقيلا نقلاته هنايا مع جات خدمات واحد يومين دونك هذا هو المشكل ولكن العلم لله واش منا هي واش كاين شي عناصر اخرى اللي كانوا هادشي امور طبيه الناس ديال الطب هما اللي غادي يقروا فيها هذا المكان هذا اللي حنا متواجدين فيه ما فيهش عمال ما كنا واقفين هذه واحد اسبوعين دابا مؤسسه باش نكون عارف العلم ديالكم راه كتشغل حوالي 960 عامل كاين هذه هنا كاينه البدله لافيست كيديروا لافيست الهي تما كان الهي اللي فيه المشكل هو اللي ديال السروال هو اللي فيه المشكل تقريبا كانت خدامه واحد 180 عامل وعامله حنا دابا كون راه سحبنا جميع العمال من هذا المكان وغادي نعيطوا على شركه مختصه باش دير لا ديزانفيكتاسيون لا ديزانفيكسيون تعقيم وغادي ان شاء الله نتمنوا على الله نتغلبوا على هذا المشكل لانه خارج على الاراده ديالنا هذا هو الواقع لا جميع راك تكرى بشهاده تقارير كاينه تقارير راه كانوا اسبوعيا اللجنه ديال الصحه والسلامه كتجي معيه اما الباشا واما القائد وكيديروا الخدمه ديالهم حنا من 960 واحد يلا مشغلين الربع يعني محتار من هذيك المقاييس باش ما يقعوش هذه المشاكل ولكن مع كامل الاسف كيمكن الانسان يجيب معاه واحد من بؤره اخرى وكيمكن هذيك البؤره يدخلها معاه دونك حنا لو اننا كنا كنعلموا بهذا الشيء راه بطبيعه الحال غادي نكونوا سدينا ما نحلوش حنا كاع هذه المده كلها ولكن بما ان الدوله راك عارف بانه كيخاص الاقتصاد كيخاص يتحرك شويه فاحنا مادام عندنا عطاونا الضوء الاخضر باش نشغلو ولكن وفق واحد الشروط الصحيه حنا قمنا بهذا اللازم شغلنا العدد اللي كان خاصو كافي باش ما يوقعوش مشاكل درنا الشروط الصحيه وفرناها الله كبير الله اكبر ما عندناش من هادشي اللي غنقول لك.